السلام عليكم. قبل أي صب نظافة فوق تربة التأسيس يتم وضع النايل فرش النايلون أو البلاستيك فوق التراب مباشرة. يتم فرش النايلون فوق تربة التأسيس وقبل صب أي خرسانة لعدة أسباب: 1- لمنع اختلاط الخرسانة بالتربة، 2- لمنع امتصاص التربة لمياه الخرسانة فتضعفها، 3- لحماية الخرسانة من أي مواد أو شوائب ضارة موجودة في التربة. ويكون النايلون أو البلاستيك سماكته من 250 ميكرون إلى 300 ميكرون وما فوق، بمعنى أن يجب أن يكون من نوع السميك جداً.